الثاني الخارج من الأرض. عندما تقول الخارج من الأرض تقول الحبوب والثمار. الحبوب الذرة، قمح، شعير، مفهوم؟ الحبوب والثمار. طيب هل تجب الزكاة في الخضروات؟ البقدونس، والله ما أدري إيش تسموا الأشياء، المهم كرفس، هل تجب الزكاة في الكرفس؟ هم يقولوا كرفس بالفرنسي، المهم كرفس، هذا ما استطيع. هل تجب الزكاة في التفاح؟ فواكه لا تجب فيها الزكاة، مفهوم؟ نعم. إذن الزكاة تجب في الحبوب والثمار. انتهينا، ننتقل الآن إلى بعدها. الخارج من الأرض حبوب وثمار فقط. هل الخارج من الأرض يجب أن يمضي عليه الحول؟ لا، وآتوا حقه يوم حصاده. الخارج من الأرض ننظر في طريقة السقي لهذا الزرع، فهذا لديه مزرعة كبيرة ما شاء الله، كيف تسقي هذا الزرع؟ قال الحمد لله نحن هنا لا نسقي الزرع، الأمطار كثيرة ولله الحمد، نسأل الله أن يجعلها على بلاد المسلمين يا رب، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكب. كيف تسقي؟ قال لا أسقي. إذن هذا يسمى عند الفقهاء هنا ما كان عثريا على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن بدون كلفة ونفقة، فهذا فيه العشر، يعني أخرج 100 طن من القمح. كم؟ 100 طن من القمح، 100 طن بلغت النصاب زيادة. نعم، كم فيها؟ 10 طن. الحمد لله يخرج العشر والباقي الحمد لله يتصرف. قال لا، أنا أأتي بمولد كهرباء يخرج الماء من الأرض وأسقي الزرع، فهذا فيه نصف العشر. 100 طن كم فيها العشر؟ 100 طن العشر 10 أطنان، نصف العشر 5 طن. الحمد لله زكاة سهلة الحمد لله، لكن تعرف الحساب لابد لأنك مسلم غير هذا. طيب الأثمان، الأثمان الذهب والفضة والعملة الورقية عندك اليوم، الذهب والفضة والعملة الورقية. نعم، كم نصاب الذهب؟ 85 جرام، فتزن عند حلول الحول الذهب 85 جرام فيه زكاة، 70 جرام ليس فيه زكاة. كيف يحسب هنا الزكاة؟ يقسم على 40 وانتهى الأمر. نعم، بالآلة الحاسبة لا إشكال، إذا كان لا يعرف الحساب ماذا نصنع؟ مفهوم؟ طيب، وفي الفضة 595 جرام، مفهوم؟ طيب المال، كم نصاب المال؟ ننظر عندما يحول الحول، دخل شهر رمضان، الشيخ زهير حفظه الله لديه 40 مليار يورو، بلغ النصاب ولا شك، لأننا لو حسبنا 85 جرام في هذا الوقت في وقت إخراج الزكاة، ما كيف نعرف نصاب المال العملة الورقية؟ ننظر 85 جرام كم تساوي باليورو تقريبا؟ تساوي مثلا
2000-3000 يورو مثلا، وخمسمائة وخمسة وتسعين جرام فضة تساوي 2000 يورو. هذا ما شاء الله 40 مليار، بلغت النصاب وزيادة، سواء من ذهب أو من فضة. إذا فيها 40 مليار، فيها كم مليار؟ نعم. فأخرج زكاة 40 مليار، كم مليار بلغت النصاب. فأنت تنظر في نصاب الذهب ونصاب الفضة، وتنظر الأقل وتطبقه على المال، هل ساوى النصاب؟ نعم ساوى النصاب وزيادة. طيب، هذا الأخ لديه 1000 يورو، 1000 يورو من المال، حال عليه الحول، تحصل على هذه 1000 يورو في رمضان السابق. في رمضان هذا جاء الحول وهو معه 1000 يورو. ننظر، أخذنا 85 جرام، كم تساوي؟ قال تساوي 3000 يورو. 595 جرام من الفضة تساوي 2000 يورو. هل في 1000 يورو زكاة؟ طبعا هذا يتغير في كل عام، النصاب يتغير، لابد عند حلول الحول تنظر في نهاية نصاب الذهب ونصاب الفضة وتقسم على 40. سهل جدا، لا أشكال في هذا. أصعب شيء السائم بهيمة الأنعام، هذا اللي فيها الصعوبة، وفي الحقيقة ليس فيها الصعوبة، لأننا نعرف الحساب ولله الحمد. نعم، لو تأتي بكم من مبالغ أحسب لك. الإشكال اليوم أن أصحاب جوجل هم الذين يحسبوا الزكاة ويحسبوا كذا. لا يا أخي، أنت تحسب، لأنه لعله يكون الإدخال لهذا البرنامج الذي يحسب الزكاة الإدخال خطأ، إذا تكون النتيجة خطأ، مثل ما هذا البرنامج في الفرائض تدخل له أنه ترك أب وأم، فيخرج لك المسألة الأم لها الثلث والأب له الباقي، خطأ. كيف خطأ؟ لعل هناك إخوة يحجبون من الأم وتحجب حجب نقصان من الثلث إلى السدس، لأنه هو يجيب بحسب المعطيات وأنت لا تعرف الفراغ فتعطيه شيء خطأ. طيب، عروض التجارة، عروض التجارة، عروض التجارة ما أعد للبيع والشراء وللتجارة. مثال، هذا الأخ لديه أغنام، 1000 رأس من الغنم، 1000 رأس من الغنم، من أين تأكل؟ قال أنا أشتري لها علف طيلة العام، فيها الزكاة؟ ليس فيها زكاة لأنها ليست سائمة. طيب ماذا تصنع بها؟ قال أنا أتاجر بالأغنام، أنا تاجر أغنام، إذن هنا فيها زكاة لأنها أعدت للبيع والشراء والتجارة. هذا لديه سيارات، معرض سيارات ما شاء الله، كل الأنواع، أحسب ما شئت، فهل فيها زكاة؟ نعم، لأنها عروض تجارة، مفهوم؟ طيب، نريد نبدأ بحساب زكاة السام من بهيمة الأنعام، نبدأ بالأصعب أحسن، والله هو ليس بصعب. نبدأ بالإبل، الإبل سواء كانت ذات سنام أو سنامين، إبل، الإبل لها أسماء، الإبل لها أسماء، إذا كانت صغيرة تنسب للأم، وإذا كانت كبيرة تنسب لنفسها، مفهوم؟ يعني هذا الإبل، هذا نصنع، بنت مخاض، بنت لبون، بنت نسبت إلى من؟ إلى الأم، بنت مخاض، ما هو المخاض؟ الولادة، فنسبت إلى الأم، بنت مخاض، يعني الأم الآن في المخاض في الولادة، كم لها من العمر؟ سنة، إذا بنت مخاض نسبت إلى أمها،
كم لها من العمر؟ سنة، أتمت سنة، بنت سنة، لكن تنسب إلى الأم. الثانية بنت لبون، يعني الأم فيها لبن الآن، تم لها سنتان، انتهت. هذا الأولى والثانية، هذا الصغار. الآن تمت 3 سنين، حقة، حقة تسمى حقة. ما معنى حقة؟ نسبت إلى نفسها. حقة يقول الفقهاء طروقة الجمل، طروقة الجمل يعني للفحل أن يأتيها، مفهوم؟ كم سنة؟ 3 سنين. فإذا تمت 4 سنين فهي جذعة، مفهوم؟ هذه الأنواع التي فيها الزكاة، 4 أنواع. ما تم لها سنة بنت بخار، سنتان بنت لبون، 3 سنين حقة، 4 سنين جذعة. هذه الأربعة ما تجزئ في الأضاحي هناك. الهدي الحاج عندما يذبح هناك لابد أن يكون تم لها 5 سنين، مفهوم؟ طيب، من التاجر عندنا؟ بسم الله. هذا الأخ اسمك حسين. الأخ حسين لديه 4 من الإبل، هذه ليس فيها زكاة إلا أن يشاء، أراد أن يخرج الزكاة جزاه الله خير، لكن لا تجب عليه الزكاة. 5 من الإبل من 5 إلى 24 من الإبل، هنا الزكاة من غير النوع، الزكاة تكون من الغنم، زكاة الإبل من الغنم. وإذا بلغت 25 كان الزكاة منها، يعني من الإبل. طيب، في كل 5 من الإبل شاء إلى أن تبلغ 25، كيف نحسب؟ سهل جدا. من يجيبني؟ بسم الله. 3 من الإبل ليس فيها شيء، 4 من الإبل سهل إخواننا، كل 5 فيها شاء وانتهى الأمر إلى 24. لكن تنتبه من الوقت، 5 من الإبل شاء، 6 شاء، الزيادة هذا الواحد، 5 فيها شاء، طب الواحدة وقص ما بين الفريضتين ليس فيها شيء، 6 و7 و8 و9 فيها شاء واحدة، 9 من الإبل يا رجل. نعم، لأنه في كل 5 شاء، 10 شاتان، 14 شاتان، والزيادة هذه 4 وقص، 15 من الإبل 3 شياه، 19 20، 24 25 بنت هنا إذا بلغت 25 ماذا تصنع؟ تحفظ الحديث أو أعانك أو ترجع للجدول وتحسب بما هو وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ إلى أن تصل إلى 120، فإذا جاوزت 120 نبدأ الآن بالحساب مرة أخرى، الباقي هذا كله معروف محدد. يعني إذا زادت عن 120 في كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون، تمام؟ في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. طيب، هنا الوقص من 1 إلى 9، لو حل الأخ المسألة وجعل الوقص أكثر من 9 فالمسألة خطأ. الآن بالمثال اتضح إن شاء الله، لا إشكال. طيب، ميتين من الإبل
حقات، لأن أربع حقات 50 و50 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 200 صحيح؟ صح؟ أو 5 بنات لأبوه، لأن 40 في 5 200 الحمد لله 209 ما تغير شيء. لما الوقت كم؟ 9 210 210 لو قال فيها أربع حقات يعني ب200 كان الوقت كم؟ 10 فالحل خطأ، ابحث عن حل آخر صحيح. اصبر اصبر يأتيك يأتيك إن شاء الله الآن. قم قم قم. نعم أنا لا أدري حقة واحدة الله يفتح عليك. وكم بنت لبون؟ أربع بنات لبون ب160 وحقة ب50 المجموع 210 الحل صحيح 219 لا يتغير شيء الوقت. فتح الله عليك اجلس. 509 من الإبل 10 حقات والوقت 9 لا يضر 605 نعم 12 حقات والوقت 5 فتح الله عليك اجلس. طيب جيد ما شاء الله. طيب إذن الإبل من 5 إلى 24 هذه فيها في كل 5 شاة، زادت من 25 إلى 120 ترجع إلى ما جاء في الحديث عندنا جداول ترجع إليها انتهى، ونعطيكم هي إن شاء الله تكتبوا فيها إلى الظهر. إذا زادت تحسب في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون والوقص من 1 إلى 9 حللت المسألة، وكان الوقص أكثر من 9 فالحل خطأ. نأتي إلى زكاة البقر. كان شيخي رحمه الله يقول لي الذي لا يعرف زكاة البقر فهو المهم أسهل ما يكون زكاة البقر تحفظ مباشرة ما فيها إشكال. التبيع أو التبيعة هذا أسماء البقرة الآن انتقلنا. تبيع أو تبيعة هذا ما تم له من يعرف سنة مسنة ومسنة ما تم له سنة الحمد لله انتهى. هذه أسماء. كم نصاب البقر؟ لا أحد يعرف؟ الله المستعان. أخوانا طيب الحساب اترك هذا لا إشكال فيه، الحساب أسهل ما يكون عندهم في الحساب. في كل 30 إلى 39 هذا تبيع أو تبيع ما تم له سنة، زادت 40 فهذا فيه مسن أو مسنة. إلى كم الآن تستطيع الحساب أنت؟ قلنا من 30 إلى 39 الوقت 9 هذا فيه تبيع، إذا بلغ 40 فيه مسنة. 40 زائد 30 70 يعني إلى 69 فيها ماذا؟ مسنة ومسنة. زادت تحسب ولا إشكال والوقص من 1 إلى 9. طيب 60 من البقر 60 من البقر تبيعان 69
تبعان. ثمانين وسنتان، تمام. تسعة وثمانين، تسعين، ثلاث تبعات، تمام.